شكر سيدي، هذا أول شيء اصطدناه هذا الموسم. لن يكون الأخير ليون. أرأيت أيها الطفل سنفور، هذا سهل جدا، حتى غبي يمكنه فعل هذا. ولكن ما هذا؟ بوم بوم بوم. أعرف أنه بوم بوم بوم، لكن ما الذي يتسبب بهذا البوم بوم بوم؟ إنه الرعد خياط، الجميع يعرف ذلك. عندما تسنفر تيارات الهواء الباردة الشمالية مع... إذن كيف تكون الشمس مشرقة يا سنفور مفكر؟ من الواضح أنك لا تعرف شيئاً عن الفيزياء. مهما كان ما تتكلم عنه، طالما أن الشمس ساطعة لن يكون هناك رعد. أنا أكره الرعد. أيها الطفل سنفور، أين أنت؟ أيها الطفل سنفور، أين أنت؟ أيها الطفل، أيها الطفل، الطفل سنفور ليس هنا. من الواضح جداً أن الطفل ليس جالساً في كرسيه. أيها الطفل، أيها الطفل، أين أنت؟ أنا أكره هذا. أيها الطفل، أيها الطفل، مهلاً مهلاً، لم أفهم كلمة واحدة. من ذهب؟ من اختفى؟ الطفل بابا سنفور، اختفى الطفل سنفور. اختفى؟ أوه بابا سنفور، هذا أمر فظيع. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ لدينا الأرنبة الأم البيضاء، وأيضاً أرنب صغير أزرق. هذا ليس أرنباً أيها الغبي، ليس له فرو ولا أذنان عريضتان. ما أمسكنا به هو جني، وربما كنز من الذهب. هذا يساوي عربة ممتلئة بالأرانب. حسناً يا سنافر الصغار، الطفل سنفور وحده الآن في مكان ما في تلك الغابة. يجب علينا أن نبدأ البحث فوراً. أيها الطفل، أيها الطفل سنفور، أين أنت؟ انظروا، وجدت لعبة الطفل سنفور. أنا أيضاً وجدت شيئاً سنفور خياط. اهدأ اهدأ، ما الخطب يا صديقي؟ ماذا؟ صيادون؟ قبضوا على والدته وعلى الطفل سنفور. هذا إذن ما حصل. يقول إن الصوت الذي سمعتموه كان صوت الطبل الذي يستعملونه لسحب الأرانب نحو المصيدة. يجب أن ننقذ الطفل سنفور. يا له من طفل مسكين. تفضلي أيتها الأرنبة، هذا منزلك. لبعض الوقت. حسناً يا جني، أخبرني أين هو مكان الذهب؟ سيدي، أظن أن هذا كلام أطفال. بالطبع تعتبره كلام أطفال. ماذا تعرف أنت عن لغة الجني؟ أخبرني بأن الخيول البرية فشلت في معرفة السر منه. هيا بنا ليون، حان وقت تفقد الفخاخ. حسناً يا غبي، أعد أنت وأكون الأرنبة الصغيرة إلى أرض الأرانب. حاضر بابا سنفور. أما الباقون فلتعودوا إلى القرية وقوموا بتنظيم كل السنافر. إذا لم يترك فورير الطفل سنفور سنضطر إلى القتال. نلتقي عند مخيم فورير. حاضر بابا سنفور. يا للهول!
يا أصدقائي السنافر، لابد من أنكم تتساءلون جميعاً أين كنت؟ حسناً، أين كنت مفكر؟ كنت برفقة بابا سنفور نبحث عن الطفل سنفور. اكتشفنا أن فورير اختطف الطفل سنفور. سنفور مزارع؟ أجل قوي. أحضر فطائر توت السنافر من أكول، أظن أن 200 فطيرة كافية. هذا سيفي بالغرض قوي. شاطر، تأكد من أن المنجنيق يعمل بشكل جيد. سنفورة ستساعده. هيا بنا سنفورة. جميعنا نشعر بالحزن سنفورة. نحن قادمون أيها الطفل. نحن قادمون. أفهم هذا، جميع الفخاخ مفتوحة ولم نمسك بفريسة. لابد من أنهم الصيادون. لا تقل هذا أيها الجبان، نحن الصيادون. هذه غابة الملك جيرارد، جيد أننا أمسكنا بالجني لأن فرونا لا يكفي ملابس قزعم. ماذا قلت ليون؟ ما زال أمامنا 3 فخاخ لنتفقدها. تفقدها أنت، أنا سأتفقد وعاء الذهب. بسرعة يا صديقي، لا وقت أمامنا لنضيعه. أوه، انظروا 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 ماذا لدينا هنا. جني أزرق صغير آخر سيكون سيدي سعيدا إذا حصل على 2 منها، حتى لو كان هذا الجني عجوزا. سيكون سيدي ثرياً الآن، سيحصل على وعاء أي ذهب. لكن لماذا هو يحصل على المال؟ ألأنه يتكلم لغة الجني؟ لماذا لا أكون أنا ثرياً؟ سأقول لسيدي إننا لم نمسك شيئاً وسأعود إليك لاحقاً. هكذا أحصل أنا على الذهب أيضاً. يبدو أننا أمسكنا بشيء بأنا. هذا مدهش، لا بأس، أكمل عملك الآن. كنت أود البقاء لشكرك يا صديقي، لكن ليس لدي وقت أضيعه. يجب أن أذهب إلى مخيم فورير. الطفل سنفور في خطر كبير. هناك هذا الكم من الذهب. هذا غريب، لم أسمع شيئا كهذا من قبل. حسنا، على الأقل أنا حر. صياد، نطالبك بإطلاق سراح الطفل سنفور والأرنب الأم. أطلق سراحهما؟ أبداً، إنهما لي وحدي. سنرى بهذا الشأن. أيها الصياد، أنا أحذرك. أنت تحذرني؟ اسمعني أيها الجني العجوز، سأمسك بكم وسأكون رجلاً ثرياً. أنت رجل سيء. حاضر بابا سنفور. إن لم تطلق سراح الطفل سنفور والأرنب الأم، فلن أكون مسؤولاً عن العواقب. أبداً. أيها الطائر، بسرعة، ذلك الرجل الفظيع يحتجز الطفل سنفور. انظروا، ها هما. سنفر واحدة. أمسكت بك أيها الجني. لا ذهب من هنا، اكتفيت من هؤلاء الجن. هي.
غضبان سنفر حزام العربة. أكره حزام العربة. حسناً، هذا سيفي بالغرض. أنا آسف بابا سنفور، لم يكن ليحدث هذا لو أننا انتبهنا جيداً إلى الطفل. سنكون حذرين المرة المقبلة. حسناً، هذا يعلمكم أن عدم الاهتمام بالمسؤولية التي بين أيديكم قد يتسبب بالكثير من المشاكل، لكن الشيء الأهم هو أن الطفل سنفور سليم معافى. أتظن أن الصيادين سيعودون مجدداً إلى غابتنا؟ أشك في هذا سنفورة، لكن... ها؟ لقد عادوا، سنفروا بحياتكم. يبدو أن الصوت صادر من خلف منزل قوي.